أهلا بكم. وفقا للإحصاءات فإن عدد الديانات في العالم حاليا قد وصل إلى حوالي 4200 ديانة ومذهب روحي مختلف، ولكل مذهب قواعده وطقوسه وممارساته الخاصة التي تبدو في نظر غير المنتسبين إليه غريبة وغير معتادة. ومع ذلك فهناك بعض الممارسات الدينية والطقوس التي سوف يتفق أغلبكم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أنها غريبة جدا ومريعة أحيانا. فعادة ما يكون سبب ذلك هو أن كثيرا من تلك الممارسات فيها إيذاء للنفس أو خطر محتمل، وأحيانا تكون الأسباب متعلقة بغرابة مبادئ الإيمان التي يقوم عليها هذا المذهب. في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم قائمة بخمسة من أغرب الممارسات الدينية في العالم، ابقوا معنا. السقوط الحر للأطفال. جريشين شواراو رب الرحمة هو معبد هندوسي شهير يقع في ولاية مهاراشترا الهندية، وهناك يمارس واحد من أغرب الطقوس الدينية وأكثرها خطورة، إذ أنه في أحد الاحتفالات الدينية يتم الإتيان بالطفل من عمر عام إلى عامين، وبعد قراءة بعض التعاويذ الدينية عليه يتم إلقاؤه من أعلى برج ارتفاعه أكثر من 12 متراً، أي ما يعادل ارتفاع 4 طوابق، ويتم التقاط الطفل من أسفل على مفرش قماشي يمسك به مجموعة من الرجال، وقد استمرت ممارسة ذلك الطقس لأكثر من 700 عام. ويعتقد الهندوس أن تلك الممارسة تجلب الذكاء والحظ والصحة لأبنائهم. الدفن السماوي. الدفن السماوي هو طقس بوذي تتم ممارسته في التبت، وذلك على الرغم من بشاعته وإثارته للإشمئزاز، إذ يتم تقطيع جثث الموتى ونثرها على قمة الجبل، فتأتي الطيور الجارحة لتتغذى على تلك الأشلاء، وما لا تصل إليه الطيور يتحلل بالطبيعة، وتنتشر تلك الممارسة بشكل واسع بين سكان التبت. فالبوذية والتي يؤمن بها هؤلاء تقرر بأن الجسد البشري ما هو إلا مجرد وعاء للروح، وبالتالي فليست له قيمة بذاته. وعلى الرغم من تجريم الحكومة الصينية لتلك الممارسة قانونا، إلا أنها ما زالت تمارس ما دام أهل الميت يسمحون بذلك. الكنيسة المارادونية. نعم، أنت لم تخطئ القراءة أو السماع، فتلك الكنيسة الأرجنتينية والتي تعرف أيضا بكنيسة مارادونا، بالفعل تم تسميتها على اسم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا. وببساطة فتلك الكنيسة تؤمن بأن مارادونا هو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة، وبالتالي فهي تدعو للصلاة من أجل تلك الحقيقة. كذلك فتلك الديانة الغريبة لها مجموعة من الوصايا الأغرب والتي تدعو الناس إليها، ومنها تغيير لقبك إلى دييغو تيمنا بمارادونا، وتسمية أول أبنائك بدييغو. ويصنف كثير من المتخصصين هذه الديانة تحت مجموعة الديانات التهكمية، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن يكون لها أكثر من 80,000 متبع في 60 دولة حتى الآن. ديانة العلم السعيد. تأسست ديانة الهابي ساينس أو العلم السعيد على يد الياباني رويهو أوكاوا، والذي يؤمن بأن مهمته في الأرض هي أن يجلب السعادة للبشرية. ويتضمن الإيمان بالهابي ساينس وجوب سعي الإنسان لاستكشاف التفكير الصحيح وأساسيات السعادة من خلال الحب والحكمة والتأمل الذاتي والارتقاء. ويعتقد أوكاوا أنه يمثل نفس الروح التي أتى بها المصلحون العظماء مثل النبي محمد والنبي عيسى أو كبوذا وكونفوشيوس. ولا يشترط على من يريد الانضمام لقافلة الهابي ساينس إلا أن يكون لديه التطلع لمعرفة الطريق الصحيح والمساهمة في تحويل الحب والسلام والسعادة إلى واقع على الأرض. وقد تم الاعتراف بتلك الديانة بشكل رسمي في عام 1991، ولها حاليا من المتتبعين ما يزيد عن 12 مليون شخص حول العالم. الجلد الذاتي. يستخدم مصطلح جلد الذات بمعناه المجازي لوصف الأشخاص الذين يتمادون في تأنيب أنفسهم بما يشبه العذاب، ولكننا هنا نتحدث عن الأمر بمعناه الحقيقي لا المجازي. ويرجع أصل ممارسة جلد الذات كممارسة دينية إلى مصر القديمة،
ثم الإغريق ثم الإمبراطورية الرومانية، ولكنها لم تأخذ شكلها المعروف إلا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي، عندما تبناها المتشددون في الكنيسة الكاثوليكية كأحد أنواع الكفارات التي يقوم بها المذنبون في طقس جماعي على الملأ كعلامة على التقوى والندم والورع. وحاليا يمارس بعض المسلمون الشيعة جلد الذات كطقس ديني تحت اسم التطبير، وذلك في شهر المحرم من كل عام في ذكرى استشهاد الحسين بن علي في مراسم شبه جنائزية. وعلى الرغم من استمرار ممارسة التطبير في بعض البلاد مثل العراق وباكستان، فقد جرمت الحكومة الإيرانية تلك الممارسة استنادا إلى فتاوى شيعية بأنها ليست من الإسلام. شكرا على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.